دعا المرشح الرئاسي حازم عمر كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واختيار من يصلح لإدارة الدولة. عايز أطلب من كل مصري طلبا. إحنا عايزين نتعلم من أخطاء الماضي، وعايزين نستلهم من الدروس المستفادة. انزل وشارك واختار اللي أنت شايفه إنه هو يصلح أن يكون رجل دولة. ويكون برنامجه تناسب معك، مع حياتك، ومع أسرتك، ومع مستقبل أولادك، علشان نقدر ننهض بمصر ونتقدم إلى الأمام. ما تديش صوتك لحد ما يكونش عنده القدرة على إدارة الدولة. حفظ الله مصر، حفظ الله شعب مصر.